بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 2 اللي خاص بقسم الهندسة المدنية في جامعة الملك خالد. إن شاء الله النهاردة هنكمل Chapter 7 Design of Retaining Wall، وهناخد النهاردة الجزء الثالث اللي هو إيه؟ اللي هي عبارة عن إيه العوامل اللي لازم أخدها في اعتباري وأنا بصمم Retaining Structure أو Retaining Wall. هما بالضبط عندي 6 عوامل أساسية. أول حاجة عشان أصمم Retaining Wall لازم أعرف إيه هي الفورس اللي بتأثر عليه. لما أعرف الفورس أبتدي أعرف أصمم صح، عشان في مومنت شير أيا كان فورس بتعمل لي Straining Action أطلع منه التصميم بتاعها. الفاكتور الثاني الناتشرال والتايب اوف سويل، ايه الريتيننج وول بتاعتي اهيت مثلا، ايه نوع التربه اللي انا هسندها، هل هي كلي، هل هي ساند، هل ليها سي فاي سويل، اي نوع. الفاكتور الثالث وده حاجه مهمه جدا، الميه الارضيه او الميه الجوفيه، ارتفاع الميه بتاعي هنا هو ليه الميه ده، احنا عارفين ان هو بيعمل لي برضك ايرث او ووتر بقى بريشر على الريتيننج وول، فده يعتبر حاجه مهمه جدا نعرف فين منسوب المية. طبعا خلي بالك الفورسز ديت هنتكلم فيها في التفصيل، لكن الناتشر بتاع السويل والهايت ده بنعرفه منين؟ من الجسات اللي بتدي نعملها قبل ما ننفذ الريتيننج وول. طبعا السب سويل ووتر موفمنت دي مهمه جدا بقى، دي من الحاجات الهيدروليك، حركه الميه، هل الميه بتاعتي ممكن تمشي كده؟ عشان انتوا عارفين لو الميه مشيت كده ايه اللي ممكن يحصل، زي ما خدنا في السويل ميكانيكس والسويل ستابلايزيشن، ممكن يحصل لي ابليفت هنا، فلازم ابتدي اخلي بالي من حركه مين؟ الميه بتاعتي. طبعا تايب اوف وول دي اهم حاجه، لما اجي اصمم مثلا ها جرافيتي غير لما هصمم مين؟ غير لما هصمم مثلا كانتريفر ريتيننج وول، غير لما اجي هصمم مين؟ كاونتر فورت او باترد وول. الماتيريال يوزد ان ذا كونستراكشن اوف وول، طبعا زي ما انا بقول ده هتبقى خرسانه عاديه، لكن دي هتبقى خرسانه مسلحه. لكن اهم نقطه عندي لازم اتكلم عليها اللي هي الفورسز في الريتيننج وول. فورسز في الريتيننج وول عباره عن ايه؟ لو انا عندي دوج بالشكل دوت، ايه الاحمال اللي عليها؟ انا عندي هنا ده سطح الارض، ففي فورس هنا عشان ده مايل كده، ففي فورس هنا اللي هو الارث بريشر ايه؟ بتاعي. يبقى الارث بريشر ده اهم حاجه حمل جاي، بالاضافه ان في ميه عندي، فالميه ممكن تعمل لي مين؟ ووتر بريشر. طيب لو انا عندي مثلا تانل، طب ما التانل في عندي اللود بتاع السويل اللي فوقيه دوت، بالاضافه ان في ايرث بريشر وايرث بريشر من هنا، كل دي الفورس لازم اعرف احسبها عشان اصمم الريتيننج ستراكشر بتاعي. او لو كان عندي اباطمنت او الكتف بتاع الايه الكباري، طبعا الكتف بتاع الكباري بيبقى عليه اصلا الرياكشن بتاع مين؟ الكوبري نفسه، بس اهم حاجه عليه غير الرياكشن وزن التربه اللي هنا، عشان ما يحصل ايه؟ يبتدي ممكن يعمل لي اوفر تيرنينج لمين، او مثلا انقلاب للريتيننج وول دوت، وبالتالي ينقلب الكوبري كله. فمبدئيا لو انت عندك ريتيننج وول بالشكل ده، ها النظريه الاساسيه بتاعتي ايه؟ في حاجه اسمها انجل اوف ريبوز. ايه الانجل اوف ريبوز؟ لو انا جبت شويه رمل وسبتهم كده اهوت، عملوا لي زاويه هنا، الزاويه دي اسمها انجل اوف ايه؟ اوف ريبوز، يعني الايه الزاويه بتاعت الثبات بتاعت مين؟ الرمل بتاعي دوت. عشان كده لما انا اقول انا عندي هنا مثلا الرمل ده موجود هنا اهو، ايه الفورس اللي هتاثر؟ هل كل الوزن بتاع الرمل اللي في الحته دي كلها بياثر عليها؟ لا، الجزء ده بس، الويدج ده، الويدج ده اللي هو بيميل بزاويه مين؟ الايه اللي هي الانجل اوف مين؟ ريبوز. يبقى وزن، شايفين وزن شويه التراب دوت، هو دوت اللي هيديني الفرصة على مين؟ على الريتيننج وول بتاع الويدج بتاعي. كويس، حلو. يبقى انا لو عندي بقى تاني حاجة، لو أنا عندي مثلا ده كانتريفر ريتيننج وول، ف وده دي بيسموه الرير فيس، لكن ده الفرونت، يعني ده الوجه الخلفي وده ماله الوجه الأمامي. طبعا يفضل إن الوجه الأمامي دوت يكون ماله عدل، وأنا بعمل فيه إيه؟ عشان يبقى شكله كويس والعربيات شغالة هنا مثلا بتمشي هنا. كويس؟ لكن ده مايل مش مشكلة. أهم نقطة عندي إن أنا عندي ده بيبتدي يعمل اتزان لتربة قد ايه؟ هل كل التربة اللي هنا اللي جنبه؟ لا، الجزء بتاعي ده بس، اللي هو بيميل بزاوية اللي احنا قلناها اللي هي زاوية انجل في ايه؟ ريبوز. بس خلي بالك، طب افرض في عندي هنا ايه؟ امبانكمنت. لا، ده الامبانكمنت ده كمان هيأثر على مين؟ على الريتيننج وول. بقى في عندي الريتيند ايرث ديت، او الجزء اللي انا بسنده بمايل بزاوية مين؟ اللي هي الايه؟ وبالاضافة لمين؟ للجزء اللي فوق ده اللي هو الامبانكمنت اللي عندي.
طيب نحسب الكلام ده ازاي؟ هنشوفه في المرة القادمة ان شاء الله. شكرا.